اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من شبكه وسنار. هعمل النهارده طاجن كاليماري بالفريك، وهعمل معاه سلطه مكرونه بالتونه والمايونيز. هبتدي الاول بالطاجن. المكونات: مرقه خضار، فريك منقوع في ميه، كاليماري، بصل، شبت، كرفس، ثوم، كمون، هريسه، وبقدونس مفروم. حط الحاجات كده على جنب. ننقع بقى الفريك شويه في الميه علشان يبقى ايه، يطرى ويبقى سهل وقت التسويه. اللي انا هعمله بس كله ان انا هجهز الفرن واجهز الطاجن، وهشوح كل المكونات مع بعض في الطاسه الاول قبل ما احطها في الايه، في الطاجن. هخلي كل الحاجات اللي تتقطع، الحاجه اللي تخش الفرن، نخلي التقطيع يبقى دايما كبير علشان الحاجه في الفرن لما بتبقى متقطعه صغير بتتهري شويه، فعشان الواحد لما يجي ياكل حاجه يلاقي الاكل ايه، يحس بطعم الحاجه اللي بياكلها. هاخد البصل والثوم، الاول حتى مش هيفرق اذا كان احط البصل والثوم من غير زيت ولا لا، بس هزود بقى ايه، نقول مثلا 4 معالق لان المكونات كتير، 4 معالق زيت، اي نوع من انواع الزيت، طبعا زيت او سمنه او زبده، الماده الدهنيه اللي حضراتكم ايه بتفضلوها. هياخد معلقه صغيره من الملح، اوسع البصل كده، الكرفس، واحط معلقه كبيره من الكمون. مش هحط طبعا بقى اي حاجه حراقه، مش هحط يعني فلفل اسود لان الهريسه هتبقى كفايه جدا. خلاص قلب كده كويس، والكاليماري. كل اللي انا بعمله، اللي انا عايز اوصله ان انا عايز اخلي كل المكونات تبقى تمتزج مع بعض. التسويه هتبقى طبعا في الفرن، هياخد له ممكن ساعه، ممكن ساعه وربع، يعني بالكميه الصغيره دي ساعه كفايه قوي او 50 دقيقه. هاخد الفريك، انا هحط معلقه واحده بس من الهريسه، بس طبعا حضراتكم ايه، اللي عاوز يزود يقدر يزود. قلبهم بقى كويس كده مع بعض. لو مش عاوزين نحطهم في طاجن، ممكن نفس الطاسه دي لان ايدها حديد، ممكن نغطيها لو ليها غطا حديد من غير يكون فيه بلاستيك، ممكن ندخلها الفرن زي ما هي. ولو ايه، طبعا الطاجن بس بيدي طعم مختلف شويه. احط بقى البقدونس والشبت، قلبهم كويس كده مع بعض. واحط معلقه كمان من الملح لان الفريك هيحتاج معلقه صغيره بس مليانه، واقلبها كويس. اهم حاجه في الخطوه دي هي اللي بتخلي كل حاجه يبقى طعمها مظبوط، يعني التقليبه دي هي اللي بتمزج الايه، المكونات كلها مع بعض. في الطاجن خلي بالنا بقى دايما من المقاسات علشان ما يبقاش الطاجن صغير على الكمية، وعشان لسه هزود مية عليه فتبقى كل حاجة مظبوطة. وهاخد معلقة أو شوكة بس أقلب المرقة علشان لما بتتساب كده بتنزل البهارات اللي فيها تحت. أقلبها بس تقريبة واحدة كده، نفضل نزود ميه كده لحد لما نشوف الميه وصلت فوق الايه، الفريك كده. طبعا الفرن يبقى سخن وجاهز علشان
يبتدي يستوي على طول. الكمية دي هتاخد تقريبا يعني من 55 دقيقة لساعة. يطلع بقى بالمنظر ده مقرمش كده من فوق. يبقى اول طبق طاجن كاليماري بالفريك. هطلع فاصل وارجع اعمل لحضراتكم مكرونه بالتونه والمايونيز. خليكم معايا بعد الفاصل. رجعت من الفاصل، عملت طاجن الكاليماري بالفريك. هعمل دلوقتي مكرونه او سلطه مكرونه بالتونه والمايونيز. المكونات: مكرونه مسلوقه، تونه، خيار، ذره حلوه، زعتر ناشف، مايونيز، خس، وطبعا هستعمل ملح وفلفل وزيت زيتون كتير. هاخد دول على جنب كده. اخلص الاول الايه الخياره. هاخد كده الخياره النص اطلع منها يعني لو في حاجه في القولون، او يعني البطن بتتملي من البذر ده بيبقى متعب شويه. لو مفيش مشكله يبقى خلاص نخليها زي ما هي. انا بس بفضل اوريها لحضراتكم كده، ولو ايه مفيش مشكله يبقى خلاص. هو كمان البذر ده لما بيتحط في سلطه بينزل ميه كتير فبيخليها تبقى ايه عايمه شويه. نقلبها كده هنا على وشها علشان تبقى ايه سهله في التقطيع. وبعدين هاخد بوله هعمل فيها كل الشغل. معلقة مايونيز كبيرة. طبعا ممكن نبدله بزبادي. معلقة ملح، فلفل اسود، زيت زيتون يعني احط تقريبا 4 معالق. طبعا هو المايونيز عبارة عن زيت وبيض بتضربوا مع بعض، بتحط عليهم طبعا نقطة خل أو ليمون لحد لما يتظبط. فدايما هتلاقوا لما يبتدي التقليب هتلاقوها عملت يعني فصل عن بعض، بس بعد كده كله هيرجع تاني في مكانه. نحط معلقة من الزعتر، وهاخد مضرب كده. هفضل أقلب لحد لما الزعتر والملح والفلفل والزيت يمتزجوا مع بعض، يبقى كده الايه الدريسنج جاهز. حط الخيار. واحط مثلا يعني لو بعمل طبق واحد يبقى نص كميه التونه دي كفايه. يفضل لو نجيب التونه القطع عشان تبقى ايه باينه في الاكل. التونه المفتفته هتلاقوها يعني دابت في الطبق خالص. كده فاضل نقطع شوية الخس دول. يعني هو الحاجة الوحيدة اللي هتتعمل في الطبق ده ان احنا بس هنسلق المكرونة، او لو عاملين مكرونة ممكن شوية من اللي سلقناهم نخليهم على جنب. يعني هنعمل مكرونة بصوص احمر نخلي شوية منهم على جنب، هيفضلوا نعمل بيهم شوية ايه السلطة دول. المكرونه كلها ونقلب كويس. اهم حاجه بس نطلع بقى الصوص اللي تحت ده يبتدي يوصل للايه للمكرونه. لف كده البوله علشان وانا بقلب يطلع الصوص اللي تحت ده. يعني اعتقد احتاج شويه من الفلفل الاسود كمان. اي مكونات بقى ممكن نزودها هنا، يعني ممكن نحط بقى اي خضره، شبت، بقدونس، كزبره، روزماري، لو في طماطم تشاري، اي حاجه ممكن نزودها عليها. هنعرف ازاي ان هي الصوص وصل؟ هتلاقي كل حاجه ابتدت تمسك في بعض كده. يبقى كده الصوص اللي تحت او الدريسنج اللي عملناه وصل. طبق كبير شويه.
عندي انا هنا شويه من الشبت، يبقى اول طبق كان طاجن كاليماري بالفريك، وتاني طبق سلطه مكرونه بالتونه والمايونيز. الف هنا وشفا، اشوف حلقه جديده. باي.